بمشيئة الله وتوفيقه سيتفضل مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بافتتاح الفترة السادسة لمجلس عمان اليوم، وذلك في حصن الشموخ بولاية مناح. يختتم اليوم بولاية البريمي المعرض التوعوي التفاعلي والمتنقل البحث العلمي والابتكار الذي ينظمه مجلس البحث العلمي. احتفاء بالعيد الوطني ال45 المجيد، تنطلق اليوم بحي الوزارات مسيرة ولاء وعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تنظمها الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية.